الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، الدرس 28، درس لباطنية سديلات جدول الامتحانات وكسب سنة هاي امتحانات كتاب اللغة أيو جدول كيس أيو كسب سنة شاكل وحيد أحمر إسان أرضي كمال إيرادو في أرضي أحمد الهلال. كمال وحيري كيف حالك يا أحمد؟ أحمد يورا حال كذا كورا أحمد وحير أنا بخير خير يقص قناعي والحمد لله الله يا مالسك. كمال وحيري هل عرفت يا أحمد أن الامتحان قد حدد موعد الامتحان النهائي؟ ما أغاتي أحمدو ما عدك إلو حددي موعدك لقلي امتحانك النهائي وقتك لقلي ما أغاتي وجب لك بسؤول بجي حلق امتحانك لقلي ما في رسي وما عرف أحمد وحيد نعم ها وهذا ما أستعد له الآن متكاس ومتكاس راتو اسكو ديارين ايو فين انقلو وما دونيك ان اخرين ايو كمان وحوير هل ذاكرت جميع المواد ما دونيك ان ما تضمن مذاكريسي وما اخرسي احمد وحوير نعم ذاكرت هوان مذاكري جميع ما يقولن لكني احتاج عن ابهان اي الى مراجعة بعض الموضوعات موضوعات غرب دونك اللابتوب كمال وحير إذن أنت تذاكر كثيرا ما دوينك لما تتداد مذاكري سألت مركع محبلا إيد مذاكري سوي أنت إذن أنت تذاكر كثيرا محبلا إيد مذاكري سوي آخر سي أحمد وحير نعم ها أذاكر كثيرا محبلا إيد معنا مذاكرية حتى أحصل سيان أهل على درجة عالية نتحقق درجة في عنك أنا ربا مركع آدي آدي ما هو أخيها كمال وحيري هل تنوي الالتحاق بإحدى كليات الجامعة هنا؟ هل تنوي من يي سنسا الالتحاق إن أدقشي بإحدى كليات الجامعة؟ جامعة أم القرى ليلة هذا كليات إلا ذاي هنا هل كان ومعت الأول رعسي هاي لأن معت كان أحمد تبقي ومعت جامعة أم القرى رعسا مركا وحيري معت كمركا طميسو من يي سنتا إن هليشيد أدقشي بإحدى كليات الجامعة هنا جامعة عدن ومن قرى كليات كذلك ردوان إلى القشيد ما نيسلت هاي مسوحة ربطاع إلى المعد كبركة ما يسقط هذا كل لعبتي أحمد وحيد نعم ها وهذا ما أرجو بالكاس ومن ترجين يبني نانكرانه كمال وحيد هل أعلن المعهد جدول الامتحان معهد كم إعلاني أو ما شيء امتحانات جدول الكود سيدا مالت ما لقلايو بعد كسمالت يكون بيقل تهاي ساعات لقلايو ما شيء أحمد وحيد نعم يا كمال جدول الامتحان هو الإعلاني وهو معلق ويكون لقيا هاي على لوحة الإعلانات لو حدا لقود يجي وحياة إعلانات كأي معت ولي يكون لقيا كمال وحيد كم عدد أيام الامتحان امتحان كمال ما لقى لي وإن سمالين أحمد وحيد ستة أيام الإحمار موضى لقى لي كمال وحيد ومتى يبدأ قومه بالهبنة أحمد وحيد يوم السبت مالين السبت هو بالهبنة الأول من شهر شعبان بش شعبان سبت هو غرية أيوم بالهبنة كمال وحيد إذا يبقى شهر واحد على الامتحان امتحان كمحاكا هاري هلبي أحمد وحيد نعم ها شهر واحد شهر إلى هرطي يكفي وقف لي لكن شهر إلى سهر مكافية لمراجعة المواد ما دون كل مراجعة إيش أسوق في الامتحان كمال وحيد ما مادة الامتحان في كل يوم مالك استمادة اللي قال إيوه ومادة مرعي إيشي أحمد وحيد سوف نمتحن وحن امتحان الدورنا
النحو والصرف نحو يصرفي في اليوم الأول مالتي كورونا امتحانك أو أح سبت يوم شعبان والقراءة والقصة نوحا قلي دونا في اليوم الثاني مالتي لبات والألب والنصوص نوحا قلي دونا في اليوم الثالث مالتي سدحان والتاريخ الإسلامي في اليوم الرابع مالت أفراد إنا قلي دونا والبلاغة والنبدي بلاغي النبدي الألب في اليوم الخامس مالت شرط إنا قلينا وفي اليوم الأخير مالت وضع بيسنة تفسير القرآن الكريم إنا قلينا إن شاء الله فدو ألينا كما نحن كم عدد ساعات الامتحان في كل مال ما درس إن الساعة الوفقنا امتحاك اللي وجرى شك أحمد وحن ساعتان لكل مالتي ما دكس لو ساعة لنا ما عدا مادة التفسير وحيك صار مادة التفسير في ثلاث ساعات مادة التفسير كسنع ساعة دولار وجهة كما نقول لعل أسئلة الامتحان سهلة يا أحمد أحمد وحد عكت السؤال امتحان رسالي أحمد وحد نسأل الله لنا ولزميلنا أرنغي الله أرنغي وحد ودي سننا يا زميلة ولزملائنا صاحبتنا التوفيق والنجاح الله إنه نوافديه الله نباسيه ونجحيه أي الله سبحانه وتعالى ويدي سننا الدرس 28 درس سديدي لباطنا جدول الامتحان وحكو السابسية هاي امتحانك جدول كيسة كمال وحو يري كيف حالك يا أحمد أحمد حالك هذا كورا أحمد وحو أنا بخير خير يا قصونا هاي والحمد لله الله يا مهدس كاله كما الوحود هل عرفت ما أغلبتي يا أحمد وأحمد أن المعهد معك قد حدد إنه حددي موعد الامتحان النهائي امتحانك ود بين قرط لقليه إنه حددي ما أغلبتي أحمد وحود نعم وانسو أغلبي وهذا ما أستعد له الآن ومثل هذا ودي أرقروبي ونأخذ في سكوتي كما الوحود هل ذاكرت جميع المواد ما دريق رماته من مذاكريسي ما أقرسي أحمد يحيي نعم هذا ذكرتها جميعا والمذاكرين لكنني أحتاج أن أظهر هاي إلى مراجعة بعض الموضوعات موضوعات غير من التركيز ساعة مركور أبدي وحالة ربع ما دويب بدون آخر يوم ما دك استمانت لجرا يلا أي ذا بين كيد إيمان تأس وامتحان إدو سنفلينا إنه أي ذا تركيز كسار وحوم كسار أدو آخر يوم مركور لكن جميع المواد ولو المذاكرية ومعلومات بدها لقى حيستا ما دك استمانت لجرا يلا هي التركيز يا كما نقول إذا أنت تذاكر كثيرا هذه واحدة من أيام المذاكرة أحمد يقول نعم ها أذاكر كثيرا واحدة من أيام المذاكرة حتى أحصل يعني سأروح أحصل اليوم على درجات عالية سأروح على درجات إنسان كما نقول هل تنوي من يسرت إلى الالتحاق إلى الدشي وأتهل يشد بإحدى كليات الجامعة جامعة كليات كذا إلى ذكرة دون إلى الدشي هنا ألقى سعودي ما من يسرت هاي مركز معك أنا ما يسر أحمد يقول نعم ها وهذا ما أرجوه كسوة بتكرجينا إلى أنقرة كما نوحي هل أعلن المعهد ومعهد كما إعلان جدول الامتحان بدون ينسل لك القرية إيمان ما لك لأيه جدول كاسبشة أحمد وحي نعم يا كمال وهو معلق ويكون لديه جدول كالكوسة لجي لوحة الامتحانات لوحة الإعلانات إعلاناتك بورد لقول إجي الكوسة لجي كما نوحي كم عدد أيام الامتحان ما الماء وامتحان كسعورة يوائل سماء الموت أحمد وحيد ستة أيام لحمة الموت كمال وحيد ومتى يبدأ امتحان كورمو بلاونا أحمد وحيد يوم السبت الأول ما لنتكو سبت الكوبات وهو الرأي من شهر شعبان أيو بلاونا كمال وحيد إذن يبقى شهر واحد امتحان كبرك وحاكها ارتيها البل على الامتحان إذن يبقى شهر واحد على الامتحان امتحان كبرك أحمد وحيد نعم شهر واحد يكفي لمراجعة المواد يعني هل بالوقوف لن تأتي المواد المراجعية كما الوحيد ما مادة الامتحان في كل يوم ما عليك استمادة لقراءة إنشاء مرعاية أحمد الحيد سوف نمتحن عن امتحان دورنا النحو والصرف في اليوم الأول ما لتكوبات والقراءة والقصة في اليوم الثاني ما لتلغات والأدب والنصوص في اليوم الثالث ما لتسدحات والتاريخ الإسلامية في اليوم الرابع ما لتأفراد تاريخ الإسلامية والبلاغة والنقد نقد الأدب وحال لا لا هذا شعر كي يو قدبوين كي يو رسائش القرآن يو
لا دليل اما وناب لو شعر وما لو شعر نقدر يعني هو حلا هبل شعر كيس ما فيه هبل شعر كيس ما فيه انا هبل خطبه دي سوي في عدها هبل خطبه دي سوي في انا هبل مقال في اخر هو في عيا هبل ما في انا كاس نقدر يعني. وفي اليوم الاخير ما لن تقود بيسرى تفسير القران الكريم هو ان شاء الله تفسير القران كاين قلي دورنا دو علي رادو كما نوحي الى مركز كم عدد ساعات الامتحان في كل ماده؟ هل كي ماده ساعه الوجره؟ احمد يحيي ساعتان لكل ماده ماده تستلم ساعه اي ماده ما عدا ماده التفسير تفسير وحي كصوحري وفي ثلاثه ساعات لكن تفسير تسع ساعات كما نوحي لعل اسئله الامتحان سهله امتحان سؤالي سبحان الله يا رجيني يا رسالين يا احمد 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 يحيي نسال الله لنا الله وحوي في سننا يقول زملائنا وحنا ويديننا التوفيق وافجن والنجاح باسط يعني الله كرجيننا الله كرجيننا ان شاء الله.